الشغل النهاردة ده خيمة هنركب فوقيها نظام شرايح 5x2، وهتركب عليها القش، قطع القش ده هتركب فوقيها، تصير زي البيت الريفية. من أول حاجة بناخد الشرايح دي عشان نربط فيها القش، وهنا ركبنا شريحة عزل على الجدار عشان ميهربش مية. الآن تم تركيب الشريحة الخشب، كده جاهز على تركيب القش. هنبدأ في تركيب القش. ركبنا الشريحة كاملة على عزل على الجدار، هتركب بس الواجهة دي القش كمنظر جمالي. والآن تم تركيب القش. طبعا من تحت واخدينها 2 فوق بعض، من تحت واخدينها 2 فوق بعض عشان المنظر الجمالي من تحت يكون كويس. طبعا هنا احنا ما عملناش الهرم كامل، لان يعني طبعا هنا المنظر ما يبانش حتى لو عملته كامل، لان يعني ده كله متغطي فقط، بس اللي هو ظهر هو القطع اللي احنا عملناه، اللي هو المثلث واحد، الضلع واحد اللي احنا عملناه. ده كده منظر القش من تحت، بيبقى بارد نص متر بره الجدار. بسم الله ما شاء الله. وبكده يكون انتهى العمل. وبكده يكون انتهى العمل. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد.